السلام عليكم، أنت مقطع جديد الفرق بين رسم الأنمي والمانجا. يلا نبدأ. الفرق بين رسم الانمي والمانجا هو اللون الاسود، غير هذاك فيديو هذا صور. الفرق يعني رسم المانجا غالبا يكون واسع، يكون الصورة مغطية وما في خلفيات كثير، يعني لاحظوا هنا ما في خلفيات. اما رسم الانمي عشانه مبني على فيديو، مسوين له فيديو يعني، فيكون مهتمين للخلفيات. زي هنا مثلا في خلفية سماء ما في، ف والاسود هنا بالضبط فيه لات وجه اسود، وهنا بعد يعني كيف الانمي ما هو فخم، المانجا فخمه، الانمي عشان ملون يعني تغير الوضع. هنا هذا اسخف صوره اللي قبل تشيكو، اسخف صوره. هنا القتالات في المانجا تكون ارهب، وهنا واقفه رائعه، يعني الفرق حقيقه لا يوصف. فهنا الاسود طاغي، ثم هنا تحس سخافه لاتشو، هنا ما يهر كثير مرة. ف نصيحتي يعني اللي هو اذا الانميات طويلة تابع انمي كامل مانجا، الا اذا كان انمي في ون بيس سخافة تابع انمي، سخافة والله حرام تابع انمي، تابع مانجا رهيبة جدا. اما الانميات القتالية مثل ناروتو يعني اذا كنت تقدر تفهم الرسم زين، تقدر تفهم من القتالات اللي في المانجا افهم وتابع ازين. الحقيقة أنا تابعت ناروتو ما فهمت شيء، عشان إني ما تابعت بعد الأنمي، تابعت في الأنمي اللي تابعته أنا، فما حرقت على نفسي من السخافة الرسم، يعني ما تفهم منه الصراحة، ما تفهم منه شيء. هذا من سلبية المانجا طبعا. أما سلبيات الأنمي زي ما ذكرنا يعني زيادة على الأنميات طويلة، يعني تابع مانجا شابتر واحد في ثلاث دقايق، أما الأنمي نص ساعة وانت تابع شيء ممكن تتابع 3 دقايق، يعني ممكن تتابع 10 حلقات، عفوا 10 فصول مقابل 10 حلقات، يعني شيء تافه وشيء طويل وغبي. اما الانميات اللي ما هي بظالمة مثل انمي ديث نوت، ليس مو بظالمة، انمي كورن، الانميات الثانية تابع انمي زين قبل مانجا. اما انمي هنتر ما يقدر شيء، تابع لي واسحب المانجا تعبان جدا جدا، الرسم سيء. انا شفت الفرق بين الانمي والمانجا في هنتر الصراحة، يعني ما ادري ايش اقول، تحس يرسم فمه ولا برجله الصراحة شيء سيء. اما المانجات الكوميدية والكلام كثير تابع مانجا افضل، لانك تخلص بسرعة، يعني مثل كولن مثلا، انا ما ادري وش ماسك على كولن، لكن انا احب كولن والله، لكن كيف كولن كلام كثير 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 جدا، فتابع مانجا. وانا مثل يوتيوب تابع مانجا، يعني اشياء مثل ون بيس كذا تابع مانجا، لا تابع هاري. بعدين بس اذا يعجبك اكتب كومنت واعطي لايك واشتراك. هذه أول حلقة بدون نص، ما كتبت نص، ف صعبة والله صعبة. زبدة، اكتب الأنميات اللي تفضلها تقراها مانجا ولا تفضلها تتابع أنمي، وعطنا فروقات من لحيتك كليت. الزبدة، يلا سلام، أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.